يعني في المعلومه دي انا ما عنديش، لكن يعني ما اظنش ان في، يعني لان هيعامل بالمثل يعني في الماتش اللي جاي، يعني اذا كان في ادونا 14 فالنادي الاهلي برضه بعد كده هياخد 14، فانا بتهيألي طبعا لا، يعني ما اظنش ان في فقط عن لازم فيها حاجه فيها. وبعدين برضو اوضح كمان يا كابتن طارق عشان برضو يبقى الصوره اكثر وضوحا للناس، برضو عشان الناس تبقى الجمهورين يعني مستوعبين الامور، انت في اوريدي على التذكره باركود، الباركود اوريدي ده ملزوق، يعني ما ينفعش ان انت تكون في اليمين تدخل شمال وتكون في الشمال تدخل يمين. فيعني لو انا خدت تذاكر اكتر من الوضع بتاعي مش هيخش، يعني فاهمني انا اقصد ايه، مش هيخش لان يعني هذا الخبر دي مخص... اللي في جرايد الخميس في تنسيق كامل على فكره ما بين المدير عشان نوضح ده للناس. لا 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 خالص خالص. طب الناس بكره هتشوفكم في المقصوره.